يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم أن شخصا معينا مستجاب الدعوة، هل يصح أن يقصد أن نقصده ونطلب الدعاء منه تصريحا أو تعريضا؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه طلب الدعاء من أويس القرني؟ هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقدم عليكم رجل من اليمن اسمه أويس القرني، كان بارا بأمة، فإن استطعتم أن يدعو لكم. هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص، هذا خاص بهذا الرجل. نعم. وكما مر أنه هذا جائز أنك تطلب الدعاء من غيرك، لكن كونك تستغني تدعو الله أنت أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن هذا الرجل له ميزة، له ميزة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فله خاصية وميزة. نعم، ما تحصل لكل أحد. نعم.